فنسأل سؤال، من الذي يساعد على استمرار هذه الحرب وهذه الانتكاسات التي تحصل للشعب السوداني؟ العالم كله يعلم ان هنالك دولة وهي دولة الامارات تمد هذه الميليشيا بالسلاح على مرأى ومسمع من العالم، وعبور الطائرات في اجواء اكثر من دولة وهبوطها في مطارات ام جرس، ايضا فتح الحدود لالاف المرتزقة من غرب افريقيا، وكل الانتهاكات التي وقعت في السودان تم توثيقها بأيدي هؤلاء المتمردين أنفسهم. فبالتالي لابد لنا من أن نضع تعريف صحيح. نحن في حكومة السودان لن نقبل بتسمية الأشياء، مثلا حرب الجنرالين هذا لا يقع، تو بارتيز هذا لا يقع، طرفين لا يمكن. فلا بد اول حاجه ان نسمي هذه الحرب هي حرب تجريف بالشعب السوداني، وبعدها هي وقعت هذه الانتهاكات. الاخوه الكرام، ما حدث في ولايه الخرطوم ثم ولايه الجزيره وسنار ودارفور والان يجري في الفاشر والآن في الصباغ والدندر ومناطق التي تم تهجير أهلها من الجزيرة، حسب نصوص القانون الدولي الإنساني ومبادئ القانون الدولي الإنساني التي تفيد أو توضح بجلاء التمييز ما بين المدنيين والعسكريين، عدم الاعتداء على الأعيان المدنية، وضع اعتبار للعاجزين عن القتال داخل مناطق القتال والنسبة والتناسب، وكل هذه المبادئ لما تجد تطبيقها يا اخوان فيما حدث في السودان يظهر بوضوح ان هنالك جرائم تطهيم ضد الانسانيه، تهجير قصري، والأسوأ والامر بيع حرائر السودان في القرن الواحد وعشرين كسبايا حرب. ما حدث لابد من ان يتم تعريفه التعريف السليم. والقوات المسلحه التي يفوق عمرها الان اكثر من 100 عام لها سجل حافل جدا بالوقوف وبتطبيق مبادئ القانون الدولي الانساني. والقانون الدولي الانساني يدرس وعليه تمارين والتدريب يوميا، وهنالك انا متاكد في بعض الوكالات موجوده معنا هنا قد اشرفت ودربت اعداد كبيره جدا، كما يتدرب المقاتل على استخدام السلاح يتدرب ايضا على اتخاذ كل ما يمنع من كل ما مطلوب من معايير لتطبيق القانون الدولي الانساني وحمايه المدنيين اثناء القتال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المتابعين قناة الأخبار 24، يسعد الله مساءكم وسائر أوقاتكم بكل خير. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الأفضل الصلاة وأتم التسليم، الرحمة والمغفرة لشهداء معركة الكرامة من الأسكرين والمدنيين، الشفاء العاجل للجرحى ووضع حميد للمفقودين، والنصر لقواتنا المسلحة الباسلة. رئيس مجلس السيادة الانتقالي يستلم دعوة من ختام الحرمين الشريف لزيارة المملكة العربية السعودية. تسلم رئيس مجلس السيادة الانتقال للقائد العام للقوات المسلحة الفريق ركن عبد الفتاح البرهان دعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سليمان ابن عبد العزيز آل سعود لزيارة المملكة العربية السعودية. جاء ذلك خلال استقباله اليوم ببور السودان نائب وزير الخارجية السعودي وليد بن عبد الكريم الخريجي الذي سلمه الدعوة. وترقى اللقاء لمسار العلاقات السودانية السعودية وسبل دعمها وترقيتها بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين من جانب مسيرة التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات. وفي خبر آخر قال عبد المجيد عبد الحميد إن الحرب الغرامة التي يقودها شعبنا وجيشنا ليست ضد الميليشيا وإصابات التمرد في جبهات وميادين القتال ووحدها، إنها حرب ضد العصابات و
ومجموعة تريد اختطاف الدولة السودانية والتأسيس لأحد جديد يقوم على قهر المهاجرين بالنزيهة وإسقاط من يقولون إن الملك أريان. هيئة القيادة والسيطرة بالقوة المشتركة تلتقي بوالي الشمالية وتوقف على كافة الجهود في جميع المحاور وجبهات القتال. رحب اتحاد أصحاب العمل السوداني بولاية البحر الأحمر بالوزير الباشمهندس عمر مانفير وأشار بالقرار الموفق باختياره لتلقي منصب وزير التجارة والتموين في هذه المرحلة المهمة من أمور البلاد، وقال أن اختياره يمثل إضافة حقيقية لملف التجارة الخارجية والارتقاء والتطوير بالعمل التجاري في البلاد، لما يملكه الرجل من خبرة كبيرة اكتسبها خلال فترة عمل مديرا بالعديد من المرافق في الدولة. وقال الاتحاد أن أبوابه ستكون مشروعة للتعاون مع الوزير ودفع عجلة للإنتاج والنماء والتطور. شكرا جزيلا أجل المتابعين قناة الأخبار 24، دمتم في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.